مش انه وقتا نحن نبلش دايت ما نعمل سبور، لازم نعرف نوعيه السبور اللي نحن لازم نعملها أوكي. مع الدايت اذا نحن ما نخسر بالوزن، وحتى كمان توقيت الوقعات ونوعيه الاكل اللي نحن عم نتناولهم مع السبور تبعونا هون بياثر اذا نحن رح نكبر الكتله العضليه تبعونا او رح نكون عم نخسر الدهون، ورح نحكي فيهم بالتفصيل هلا. ممكن عم نقول انه السبور بخفف من نسبه الاصابه بامراض القلب، كما انه بيساعد القلب على تدفق الدم بشكل اكبر، يعني بيوصل الدم بشكل اكبر على اعضاء الجسم تبعولنا. وحتى السبار مثل ما بنعرف بيساعد على تشغيل الرويا تبعولنا، فالاكسجين بيوصل بطريقه اكبر كمان على الدماغ، على كل اعضاء اجسام الجسم تبعولنا. كما انه كثير مهم السبار لمرضى السكري، لانه بيعزز من السكريسيون اما افراز الانسولين بالدم،